يا صباح الخير وسعادة على حضراتكم. يوم جديد، حلقة جديدة، 8 الصبح. ابدأ يومك صح. خلينا نبتدي يومنا دايما بطاقة إيجابية، بإقبال على العمل. وإحنا النهاردة هنكلم كمان الناس اللي زينا كده، سواء اللي كان طبيعة شغلها بتخليهم يصحوا بدري أو العادي بتاعهم بيحبوا يصحوا بدري. ففي دراسات بتقول إن الصحيان بدري بيقلل بشكل كبير جدا من خطر الإصابة بالاكتئاب، ودي حاجة يمكن تكون معروفة، بس الغريب في الدراسة دي أو الجديد في الدراسة دي إن بيقول مش إن بس إن أنت بتصحى بدري، لكن أنت مثلا عندك ميعاد الساعة 9 فبتصحى قبلها بساعة، أو تصحى قبل الميعاد اللي أنت متعود تصحى فيه، بتصحى الساعة 8 أو متعود تصحى الساعة 8 فالنهاردة بتصحى 7. إن أنت تصحى قبل الميعاد اللي أنت متعود تصحى فيه بساعة، ده بيخليك أكتر قدرة على إن أنت تبقى بعيدا عن الاكتئاب. ودي دراسة مهمة جدا بنقولها للناس، خصوصا بقى اللي ما بيشتغلوش. ليه اللي ما بيشتغلوش؟ للأسف في ناس كتير منهم بيبقوا قلبين يومهم، يعني اللي دايما يقال عليهم قلبين يومهم، يناموا متأخر جدا جدا، يناموا عند يعني مع صلاة الفجر أو ما شابه، أو يصلوا الفجر ويناموا، يبتدوا بقى يصحوا مع العصر أو مع قبل العصر بساعات قليلة، بيفوتهم الفترة الصباحية. الناس دي بتبقى أكثر عرضة بشكل كبير جدا للاكتئاب، أكثر عرضة بشكل كبير جدا للسمنة، لأن الفترة اللي هم بيسهروا فيها دي بتسبب إفراز هرمونات بتساعد على الاكتئاب، بتساعد على أن أنت دايما تبقى حاسس أن أنت جعان وعايز تاكل، فبتضطر أن أنت طول ما أنت قاعد تاكل، ويبقى عندك شره كمان لأكل الحلويات، فده بيخليك كمان تزيد في الوزن. فالستات، واحنا بنخاطب دلوقتي الستات على وجه التحديد، اللي ما بتشتغلش، فخلي بالكوا ان مش لازم تبقي عشان بتشتغلي تصحي بدري، لا، اصحي بدري هتلاقي يومك فيه بركه، هتلاقي يومك طويل، هتلاقي عندك طاقه كده، وهتبقي مبتسمه، والدنيا هتبقى مختلفه، لدرجه ان في البلاد البارده اللي فيها ساعات يعني الشمس ما بتطلعش، في حاجات دلوقتي بديله بتديهم نفس احساس الشمس. ليه؟ لان الناس دي بيجيلها اكتئاب. فأرجوكوا، إحنا عندنا ربنا كرمنا بشمس مشرقة طوال السنة، حتى في الشتاء يعني، وحتى في المطر، والنهاردة يوم مطر وهنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل طبعا، لكن الشمس اللي إحنا عندنا دي استمتعوا بيها بشكل كبير جدا، هتخلينا ما عندناش أي اكتئاب بإذن الله، ونبتدي يومنا دايما كلنا طاقة حب وتفاؤل. صباحكم زي الفل. خلينا سريعا نبتدي حلقتنا. الصبح هنتعرف على حالة الطقس والمرور وأسعار السلع في الفقرة الخدمية. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. أخبار محافظات مصر في أحسن ناس. المخرج الكبير الراحل شادي عبد السلام في أنا المصري. وهنقدم قراءة في أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. وهنلتقي مع طبيبة تفرغت لعلاج الأطفال من ذوي الهمم بعد مرورها بتجربة إنجاب 3 من أطفال ذوي الهمم. وهنسمع أغاني الزمن الجميل من مواهب شبابية في مسرح 8 الصبح. وهنتابع قصة نجاح شاب وإزاي يتحول من سواق توك توك لمضيف طيران. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. خلينا بقى سريعا نبتدي أولى فقراتنا، الفقرة الخدمية، وبالتأكيد بحالة الطقس. كلنا نمنا امبارح في الصيف
صحينا في الشتاء، يعني مش في الصيف طبعا، لكن الاجواء كانت الى حد ما صيفيه. النهارده صحينا، الدنيا بتمطر وفي مطر يعني مش هنقول شديد لكن انه متوسط الى حد بعيد. في انخفاض طبعا ملحوظ في درجات الحراره، ده اللي بيقوله لنا النهارده باين هيئه الارصاد الجويه، وهيكون في سقوط لامطار متفاوته الشده تكون احيانا رعديه على بعض المناطق، تصل لحد السيول على سيناء ومحافظه البحر الاحمر. بيسود طقس معتدل نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحراره على جنوب الصعيد، بارد ليلا على اغلب الانحاء، وكمان هيبقى فيه نشاط للرياح مصاحب للسحب الرعديه، قد تكون في بعض الاحيان مثيره للرمال والاتربه. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل. معنا على التليفون استاذه او الدكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك استاذه اسماء. احنا نمنا امبارح زي ما بنقول كده، نمنا يعني اجواء صيفيه شديده، صحينا النهارده في الشتاء والدنيا بتمطر. قول لنا بقى ايه الجديد، وهل الامطار دي هتبقى مستمره معانا اليومين دول ولا ايه الاخبار؟ اتفضلي. بالفعل يمكن احنا نوهنا بالامس في الهيئه العامه للارصاد الجويه ان احنا مع مساء امس تبدا مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا تتغير، وتكون كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا، منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وايضا منخفض على سطح البحر المتوسط. وبدات التقلبات الجويه من مساء امس، انخفاض في الحراره وامطار كانت موجوده على بعض المحافظات. اليوم هيكون ذروه التقلبات الجويه، انخفاض ملحوظ في درجات الحراره على اغلب المناطق الشماليه حتى شمال الصعيد بحوالي 8 درجات عن امس، لان بالامس سجلنا 28، اليوم متوقع 20 درجه مئويه خلال فتره النهار، ففي انخفاض في درجات الحراره وهنعود تاني للاجواء الشتويه المعتاده لفتره النهار. مع انخفاض درجات الحراره في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره، ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه في جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد. طبعا الامطار هتبقى موجوده بشكل كبير في اغلب محافظات الجمهوريه، يمكن بدات منذ فتره الليل وفتره الصباح على بعض المحافظات، وهي امطار اليوم امطار ما بين المتوسط والغزير والرعد على بعض المناطق من السواحل الشماليه الشرقيه، سينا، محافظة البحر الأحمر. طبعا نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية في سينا ممكن بعض السيول تتشكل نتيجة سقوط الأمطار الغزير، بالإضافة كمان أمطار ما بين المتوسط والرعدي على سواحلنا الشمالية الغربية، محافظات شمال الوجه البحري، شمال ووسط الصعيد، بعض المناطق من مدن القناة، القاهرة الكبرى كمان فيها فرص من الأمطار، أمطار خفيفة ممكن تكون متوسطة في بعض الأماكن، هي محافظات جنوب الوجه البحري. فاليوم طبعا أجواء شتوية بامتياز على اغلب المحافظات. طب هتستمر معانا الامطار لغايه امتى؟ الامطار على مدار اليوم كله ان شاء الله، مع غدا الاربعاء ان شاء الله تبدا فرص الامطار تقل وتنحصر فقط في شمال الوجه البحري وبعض المناطق من سواحلنا الشماليه الشرقيه، وتكون امطار ما بين الخفيفه المتوسطه. هيستمر معانا غدا انخفاض درجات الحراره باذن الله. لكن كمان نتكلم في انخفاض متوسط قد ايه تقريبا؟ يعني احنا بنقول كده درجات الحراره منخفضه ما بين 20 و21 درجه مئويه فتره النهار، ب 8 درجات عن الامس، بالامس 28 حقيقة. يوم 20 تنخفض 8 درجات في 8 درجات عن الامس في درجات الحراره. فترات الليل كمان هيكون فيها انخفاض ما بين 12 و13 درجه مئويه، بلاش نخفف الملابس الفتره دي خاصه فترات الليل. حتى لا ما احنا هنشتي تاني بقى خلاص يا دكتور، يعني المفروض احنا دلوقتي في اجواء شتويه بامتياز، لكن الفتره دي بيكون فيها ارتفاع وانخفاض في الحراره، يعني احنا متوقع مع يوم الخميس والجمعه يكون في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، فتغيير نوعيه المهم في رمضان بس يبقى الجو لطيف. يعني حضرتك طمنينا كده، رمضان السنه دي كل سنه وحضراتكم طيبين، هيبقى جاي مع بدايه فصل الربيع. معظم الايام الاولى في فصل الربيع، النص الاول من فصل الربيع، بتكون لسه درجات الحراره ما ارتفعتش بشكل كبير، لكن ممكن يتخللوا بعض موجات ارتفاع في الحراره، لكن مجمل الايام بتكون درجات الحراره معتدله. عظيم جدا، كل الشكر دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كل هذه التفاصيل. يلا نستعرض بقى درجات الحرارة تفصيليا في كل محافظات مصر. نشوف البداية من القاهرة العاصمة الإدارية 6 أكتوبر 2012، الإسكندرية والعلمين الجديدة 18 12 17 13 درجات حرارة لطيفة جدا الحقيقة. السلوم 18-11، أجواء باردة شوية في الصغرى، يعني واضح 11 طبعا باردة إلى حد ما. دمياط 20-13، بورسعيد 19-13، المنصورة والإسماعيلية 21-12، السويس 21-12، شرم الشيخ 23-16، الصبح حار شوية شرم الشيخ لكن بالليل معتدلة إلى حد بعيد. العريش 22-11، هي ورفح طابة 22-15.
سانت كاترين ما زالت بتحافظ على البرد، بطبعا درجة الحرارة الصغرى 7، العظمى 17، الغردقة 24، 16. نروح سريعا نستعرض درجات الحرارة في صعيد مصر: بني سويف 22، 12، أسيوط 23، 12، الأقصر 30، 14. طبعا الأقصر وأسوان هي دايما اللي بتبقى أكثر حرارة صباحا زي ما احنا شايفين، أسوان 31، 14، شلاتين 23، 14، وأخيرا الوادي الجديد 31، 12. درجات حرارة متوسطة في شغل الأقصر وأسوان اللي بتسجل النهاردة 31 درجة، لكن تعتبر طبعا لغاية دلوقتي في درجات الحرارة المتوسطة من حالة الجو. خلينا بقى سريعا نروح نطمن على حركة المرور زي ما احنا متعودين من خلال تطبيق جوجل ماب، ونشوف الخريطة النهاردة فين التكتلات العالية وفين السيولة المرورية. بنبتدي من صلاح سالم. صلاح سالم لغايه دلوقتي في السيوله المروريه اللون الاخضر، وكل التقاطعات الحقيقه لغايه دلوقتي الخريطه لطيفه، شايفين اللون الاخضر اللي هو بيعبر عن حاله السيوله المروريه هو الغالب على الخريطه لغايه دلوقتي. وصولا بقى طبعا لاسفل كوبري اكتوبر، مطلع كوبري اكتوبر، المنطقه دي دايما بتكون زحمه طبعا، منطقه العباسيه في هذا التوقيت الذروه الصباحيه، لكن بنطلع كوبري اكتوبر لغايه دلوقتي في اتجاهين معتدل او سيوله مروريه، بدات تظهر بعض التكتلات المتوسطه دلوقتي وبدات تبقى في الاتجاهين. الحقيقه اسفل كوبري اكتوبر هنمشي مع شارع رمسيس، شارع رمسيس افضل حالا كثيرا من كوبري اكتوبر، كوبري اكتوبر عليه التكتلات عاليه جدا ما بين متوسطه لعاليه، لكن لغايه دلوقتي شارع رمسيس زي ما انتم شايفين الحال افضل كتير، بتوصل طبعا منطقه غمره ومحطه مصر دي فوق وتحت كوبري اكتوبر الحقيقه بتبقى الكثافات فيه عاليه جدا، لكن اول ما بنعدي عبد المنعم رياض بيبقى الموضوع افضل حالا. ما زلنا مع التكتلات عاليه جدا على كوبري اكتوبر النهارده، اعتقد ان احنا لازم نتجنب كوبري اكتوبر لان شايفين حتى بعد ما عدينا عبد المنعم رياض لسه مستمر معانا التكتلات العاليه وده على غير المعتاد. وصولا الى كورنيش ماسبيرو برضو التكتلات اللي احنا متعودين عليها دايما بيبقى زحمه جدا في هذا التوقيت وبتستمر معانا الزحمه لمطلع مايو، اول ما بنطلع مايو بيبقى في منطقه صغيره شايفينها فيها سيوله مروريه، لكن بنوصل سريعا لمنطقه التحويلات المروريه بيبقى دايما بتشهد بعض التكتلات، لكن النهارده اقل حالا من المعتاد في السيوله المروريه، وبعد كده بتظهر بقى التكتلات اللي احنا متعودين عليها، لكن النهارده كتيره واكتر وفي الاتجاهين. الحقيقه دايما نكون في اتجاه واحد النازل من اكتوبر لوسط البلد، لكن النهارده في الاتجاهين اعلى الدائري وميدان لبنان في تكتلات واضحه جدا، فاعتقد ان احنا النهارده ممكن نبعد عن كوبري اكتوبر، نبعد شويه برضو عن المحور والمنطقه بتاعه على الدائري، وخلينا ناخد بقى النهارده العديد من البدائل اللي بقت متاحه لينا بشكل كبير جدا، وربنا يوصل حضراتكم بالسلامه. خلينا سريعا نروح نستعرض اسعار الخضروات والفاكهه ومواقيت الصلاه. برحب بحضراتكم مرة تانية. سريعا نبدأ الفقرة الخبرية، وأول خبر معانا عن طبعا الأزمة اللي كنا عدينا بها بقالنا فترة ويمكن اتكلمنا فيها أكتر من مرة مع حضراتكم والأعلاف. أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الإفراج عن الأعلاف مستمر، وده بيتم بالتنسيق مع البنك المركزي في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وده بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف. أضاف كمان أنه خلال الفترة من 3 مارس لغاية 9 مارس تم الإفراج عن 166 ألف طن من الذرة
وفول الصويا، وده بحوالي 81 مليون دولار. كمان شمل الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة بحوالي 43 مليون دولار، وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 35 مليون دولار، وأيضا إضافات من الأعلاف بحوالي 3 مليون دولار. يعني إحنا بنتكلم الحمد لله أن الأزمة دي تم التحرك فيها سريعا، تم التحرك فيها طبعا بقالنا فترة بنتكلم في هذا الموضوع، الإفراج عن الأعلاف أن هي كان في أزمة كبيرة جدا، لكن الحمد لله دلوقتي مع الإفراجات المتتالية بدأت الأزمة تخف إلى حد بعيد. نروح للموضوع مهم جدا، واحنا طبعا داخلين رمضان، كل سنة حضراتكم طيبين، والناس اللي ما بتعرفش تصحى الصبح، لما بتعرفش تبتدي يومها من غير المنبهات، سواء في ناس بتشرب شاي بلبن، في ناس بتشرب شاي، في ناس بتشرب القهوة، فنجان القهوة ده لازم علشان كلنا نصحى كده ونفوق ونكون مع حضراتكم. فوزارة الصحة والسكان وجهت رسالة عاجلة لكل المواطنين، عارفين المواطن الكائن في مش عارفة مين شارع ايه، لا تشرب القهوة، هي الرسالة النهاردة كده بيقول ان هو قبل بدء صيام شهر رمضان، كل سنة حضراتكم طيبين، لازم نبتدي نوقف او ضرورة التوقف الكامل. يعني في ناس بناخدها بالترتيب زي ما بيقولوا كده بيتقلل شوية، لكن لا، ده بنقول لازم التوقف الكامل عن شرب المنبهات زي القهوة والشاي والنسكافيه، وده طبعا للوقاية من الشعور بالصداع أثناء الصيام، علشان الناس ما تبقاش نازلة مكشرة، عشان الناس ما تتخانقش مع بعض، عشان لما تيجي تكلم أي حد في أيام رمضان في الشغل ما يقولكش ابعد عني أصلا أنا صايم. فنبتدي من دلوقتي كده نوضب أمورنا، خلاص إحنا أيام قليلة جدا وندخل في الشهر الكريم، فنبتدي نقلل من شرب المنبهات. وأكدت كمان وزارة الصحة والسكان إن الإفطار على 3 تمرات من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار، وطبعا سنة، فدي حاجة تبقى لطيفة جدا، وعلشان كمان ما يرتفعش منسوب السكر في الدم بشكل سريع جدا، التمر غني بالألياف، كمان يفضل تناول خلال وجبة الإفطار الكثير من الخضروات، يعني لازم طبق السلطة دايما بنقول عليه، علشان ده بيزود جسمك بشكل كبير جدا بالفيتامينز والمغذيات المختلفة. كمان الحبوب الكاملة، الحبوب الكاملة يا جماعة من الحاجات المهمة جدا، بتزود الجسم بالطاقة، غنية بالألياف، بتخليك بتشعر بالشبع لساعات طويلة. أشارت كمان وزارة الصحة والسكان لضرورة تجنب بشكل عام الأطعمة المقلية، المقليات دي طبق أساسي على كل سفرة مصرية في الصيام، فأرجوكم نبعد عنها شوية، أو الأطعمة بشكل عام اللي بتحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر. وأشارت كمان إلى أهمية شرب المياه، تبعت كمان أن خلال شهر رمضان لابد من الحرص على شرب كمية كبيرة من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور بما لا يقل عن 10 أكواب. يعني مش عارفة تيجي ازاي، بس هنحاول، يعني خلي دايما جنبك ازازة مية كده، حتى لو مش عطشان اشرب شوية، علشان ده بيفرق جدا جدا في صحة الجسم، وخصوصا بقى لو البنات والستات بيفرق في صحة الشعر والضوافر والجلد والحاجات دي، ودي حاجات طبعا بنهتم بيها الى حد بعيد. وزارة الصحة كمان قالت ان في تزايد معدلات بتعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة بالتأكيد، عشان كده لازم ان احنا نشرب سوائل علشان نعوض اللي بيفقده الجسم اثناء ساعات النهار. وكمان يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالمياه، يعني تشرب شوربة بطيخ، واحنا خلاص بقى طبعا البطيخ بدأ يطلع بقى شهر، يعني الصيف بدأنا نشوف فيه بطيخ بيتباع، السلطة الخضراء مرة تانية بتحتوي على الطماطم والخيار، ودي من الحاجات اللي فيها محتوى مائي عالي جدا، والطماطم طبعا زي ما لسه كنا بنقول لحضراتكم من يومين فيها مضادات للأكسدة، في حاجة مهمة جدا جدا. فأرجوكم ان احنا كده نعدي شهر رمضان على خير، والحمد لله زي ما احنا لسه كنا بنتكلم هتبقى الأجواء مش حارة، هتبقى الجو لطيف، فعايزين نبقى مبتسمين، نبطل نقلل شوية من القهوة، اللي بيشرب سجاير برضو يقلل شوية، علشان مش عايزين ناس تبقى محتقنة، مش عايزين ناس تبقى نازلة مكشرة، ناخد كده رمضان ان شاء الله ربنا يا رب يعني يكرمنا ان شاء الله بيه قريبا. طيب نروح كمان لحدث مهم جدا جدا جدا، واحنا برضو في ايام الخير، ودايما في هذه الايام بيكثر الى حد بعيد جدا الناس المحبة لعمل الخير. يوم الجمعة 17 مارس في حفل كبير جدا، هو حفل الخير، حفل اطلاق مبادرة كتف في كتف، ياريت دايما يبقى كتفنا في كتف بعض. المبادرة دي ايه الهدف منها؟ الهدف منها ان احنا او المبادرة دي بتهدف لتوزيع ملايين من الكراتين الغذائية، وده بمناسبة شهر رمضان الكريم، كل سنة وحضراتكم طيبين. المبادرة بيطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وإحنا يمكن اتكلمنا عنه أكتر من مرة، وهو تحالف ضخم جدا جدا جدا، بيضم أكتر من 32 جمعية، 250 ألف متطوع،
وده علشان طبعا اتساع مظلة الحماية الاجتماعية. المبادرة دي بتعبر أو نقدر نقول إن هي نموذج للتكافل بين أبناء هذا الشعب الأصيل، وده استعدادا بالتأكيد لشهر رمضان المبارك المفروض، أو بتهدف المبادرة دي لتوفير 4 مليون كرتونة من المواد الغذائية وتوزعها في جميع محافظات مصر قبل شهر رمضان، عشان ما يبقاش في بيت في رمضان محتاج أي حاجة. كمان هيتم إنشاء مطبخ على مستوى المحافظات لتوفير وجبات الساخنة للمواطنين، اللي هي وجبات الإفطار بالطبع، عشان تبقى مبادرة كتف في كتف، أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين وعدد الفئات المستفيدة. الحقيقة مبادرة مهمة جدا، وخلينا نتكلم كده سريعا عن الكرتونة اللي احنا هيتم توزيعها ان شاء الله. الكرتونة دي بتكفي أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، اللي احنا بنتكلم شهر رمضان كامل، يعني كرتونة واحدة تكفي بيت لمدة شهر. وان شاء الله من المقرر ان يتم الكشف او التحالف الوطني للعمل الاهلي عن تفاصيل متعدده بقى عن مبادره كف في كتف في هذا اليوم. خلينا نقف على الاستعدادات لاطلاق هذه المبادره، وكلنا ندعم هذه المبادره، ويا ريت اللي يقدر يروح يحضر يحضر، وعايزين اليوم ده يبقى يوم مختلف، مش عايزين بيت في جمهوريه مصر العربيه في شهر رمضان يبقى ناقصه حاجه. معانا على التليفون الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه. صباح الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك. صباح النور على حضرتك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. مبادره بالتاكيد مهمه جدا جدا، واحنا في شهر الخير وكل الناس في هذا الشهر واستعدادا لهذا الشهر بيبقى عندها زي ما بيقول كده الرغبه ان هي تعمل خير بالتاكيد. خلينا نقف على اهم الاستعدادات لاطلاق هذا اليوم وهذه المبادره. طبعا حضرتك كما اشرت في التقديم، ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي منذ اعلان عنه في مارس عام 2022، يمكن كان قبل رمضان الماضي، ويمكن كان اول تجربه للتحالف اللي كان بيضم في هذه المرحله 25 كيان ومؤسسه اهليه من كبرى الجمعيات الاهليه. كان اول يعني اختبار لي شهر رمضان الماضي، وفعلا من خلال قاعده بيانات كامله ومتكامله استطاع التحالف من خلال جمعياته ومؤسساته ان هي تصل الى يعني جمهوريه مصر العربيه الى الاسر الاكثر احتياجا بشكل دقيق، وكان فعلا تجربه ناجحه الكل اشاد بها يعني. واستمرارا من الجهود اللي قام بها التحالف طوال العام من مبادرات يعني واقدار الخير اللي يعني راح معظم محافظات مصر، والقرى اللي تم فيها قوافل ما بين قوافل غذائية وعلاجية ودعم نقدي ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ودعم للفلاح البسيط، كل الكلام ده تم. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي بارك عمل هذا التحالف وحضر في يناير 2023 يعني ملخص لما قام به التحالف في 2022 والمبالغ التي تم صرفها من التحالف، سواء في صورة خدمات علاجية أو غذائية أو مساعدات أو مشروعات وصلت 14 مليار جنيه. طيب من أهم مخرجات هذا التحالف بالتأكيد أن احنا دلوقتي عندنا قاعدة بيانات متكاملة للأسر الأكثر احتياجا، عايزين نعرف لغاية دلوقتي كم أسرة من المقرر أن هو أو استفادت بالفعل خلال الفترة الماضية، وكم أسرة من المقرر أنها تستفيد في الفترة القادمة يعني إن شاء الله. يعني هو طبعا الأسر، كل أسرة استفادت بشكل قد يكون مختلف عن الآخر. على سبيل المثال في 149 ألف مشروع استفادت بيهم 149 ألف أسرة. في عندي أيضا 150 ألف فلاح من صغار الفلاحين استفادوا من مبادرة أزرع ودعمهم بالأسمدة والمبيدات والتقاوي اللي زرعت 150 ألف فدان وصويا وقمح. أيضا 5 مليون مواطن استفادوا بكراتين غذائية. 5 مليون مواطن استفادوا بخدمات علاجية. طبعا احنا يعني احنا شغالين او التحالف شغال، انا بشرف اللي احنا كاتحاد عام عضو فيه، بيشتغل يعني طوال العام. التحالف ما بطلش شغل يعني التحالف ما بطلش شغل من مبادره لمبادره ومن عمل الى عمل طوال العام، طوال العام في عمل، وهو ده التلاحم. هو طبعا يمكن احنا بنقول ان التحالف حقق هدف غايه في الاهميه، هو تخفيف يعني بعض من الاثار الاقتصاديه اللي العالم كله بيمر بيها ومصر جزء من العالم. طب خلينا نتكلم على الحدث ان شاء الله اللي هينطلق يوم 17. بالنسبه للحدث طبعا احنا كان لابد ان اعلن في يناير او في احتفال رئيس فخامه الرئيس ان يتم
يوم 17 ان احنا الكل يجتمع والكل يتعاون والكل يجهز زي ما حضرتك قلتي 4 مليون كرتونة دايما كان تمسحها على المواطنين على مستوى جمهورية مصر العربية. عظيم. وطبعا ده هيتم بشكل دقيق جدا والكرتونة هتبقى كرتونة يعني جيدة جدا ويعني تكفي أسرة لمدة شهر كامل والكل هيتلاحم في هذه الملحمة. وزي ما حضرتك قلت برضو ان احنا يعني من المكاسب اللي احنا بنطلع منها ان احنا بيبقى عندنا 250 ألف متطوع. لا ده انجاز كبير جدا غير مسبوق غير مسبوق ان احنا ننقل. عندنا ارقام تقريبيه دكتور للحجم او التكلفه؟ احنا بنتكلم يعني في رقم ما شاء الله. لا هو هيبقى رقم كبير جدا يعني اعتقد كبير جدا. واحنا طبعا ايه في حاجات طبعا ما بنقدرش نعلن عنها غير في ان شاء الله بعد ما الحدث يتم بنعمل الحصر اللي ما تم انفاقه. لان كمان ده نموذج احنا بنقول ده نموذج للناس كلها. يعني احنا بنقول اولا التحالف مش قافل على نفسه طبعا واللي هيحضر يوم 17 كل قوى المجتمع المدني يعني كل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني مدعوه لحضور هذا الحدث الكبير. أكيد. واحنا بنقول بندي يعني رساله للعالم ان مصر فعلا مش كلام قايمه على التكافل وعلى التضامن وعلى المحبه وعلى الاخوه. ما عندناش مواطن مصري بيبقى سعيد لو جاره مش عنده ازمه ماليه. طب ليه توزيع هذه الكراتين؟ هل هيتم توزيعها على مستوى الجمهوريه؟ بنتكلم على المناطق الحدوديه المناطق البعيده كله؟ مفيش كل المناطق مصر مفيش منطقه مفيش محافظه مصريه من 27 محافظه سواء في الوجه القبلي او الوجه البحري او المناطق الحدوديه كل ده معمول حسابه والقوافل هتنطلق فضلا الى الوجبات الجاهزه بعد كده اللي بنك الطعام هيقوم بيها. عندنا تصور كم هيبقى فيها عدد الوجبات الجاهزة؟ لا لحد دلوقتي انا ما اديش رقم معين ولكن هتبقى يعني هتغطي ان شاء الله الجمهوريه كلها. انا بطمن حضرتك وبطمن من خلال البرنامج المحترم ان شاء الله باذن الله مش هيبقى فيه مواطن مصري باذن الله يجي عليه الادام جدا وما يكونش قدامه وجبه غذائيه محترمه تكفيه وتكفي اسرته. ده احنا كلنا خدنا هذا العهد على انفسنا وده بصراحه كل ده بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو طول قراراته بينحاز الى الاسر الاكثر احتياجا وحرصه كل الحرص. ولعل قراراته اللي هي في المنيا واحنا كنت شرف ليا اني كنت حاضر ده القرارات اللي هي يمكن كلفت موازنه الدوله 130 مليار عشان يعني تحسين اوضاع العاملين في الدوله واصحاب المعاشات والتكافل والكرامه. رغم احنا كلنا لازم نبقى فاهمين كمصريين ان احنا عندنا ظروف يعني اقتصاديه مش سهله صعبه وده على مستوى العالم بالتاكيد يعني ده انعكاسات يعني بالنسبه للازمه الاقتصاديه على مستوى العالم يعني طبعا العالم كله بيمر بازمه شديده واحنا جزء من العالم ومع طبعًا. ذلك العالم مع ذلك الرئيس الحاز ان احنا لا لازم مواطنين اللي هم دايما صبروا ودايما يعني لم يعني ومقدرين ظروف دولتهم ان القياده السياسيه برضه حريصه انها تدعمهم. اكيد كل شكر الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه. ومره ثانيه دعوه للجميع ان انت تبقى مشارك. احنا في ايام كريمه ربنا يتقبل منا جميعا ان احنا نشارك في هذا العمل الضخم وتبقى كلنا دايما كتفنا في كتف بعض. مش عايزين بيت مصري على مستوى الجمهوريه شرق وغرب وشمال وجنوب يبقى نقصه حاجه في شهر رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. نروح لملف الآثار. الحقيقة هذا الملف الهام وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار أنهت جمعية الآثار بالإسكندرية مشروع ترميم وحماية وتطوير جبانة الشطبي بالإسكندرية. خلينا نعرف المزيد حول هذا المشروع والتفاصيل ونعرف كمان أهمية هذه الجبانة جبانة الشطبي بالإسكندرية. معنا على التليفون الدكتورة منى حجاج أستاذ الآثار ورئيس جمعية الآثار بالإسكندرية. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح النور. اهلا وسهلا. قبل ما نتكلم عن تفاصيل الترميم عرفينا اكتر على هذه الجبانه جبانه الشطبي بالاسكندريه اهميتها تاريخيا. جبانه الشطبي في الحقيقه هي اقدم موقع اثري في اسكندريه بترجع لايام بناء الاسكندريه الاولى فهي الجبانه اللي دفن فيها الجيل الاول من سكان الاسكندريه اللي كان معظمهم جايين من مقدونيا واليونان
جم مع الإسكندر الأكبر أو مع بطلميوس الأول ملك مصر ومؤسس الأسرة البطلمية. فاللي كان بيتوفى في هذه الفترة كان بيدفن في جبانة الشط. الجبانة بتحمل أهمية كبيرة لتاريخ وتوبوغرافية إسكندرية القديمة، لأنه أولاً هي بتقدم لنا معلومة موثقة حول اتساع مدينة الإسكندرية عند بداية إنشائها، وتدينا أيضاً فكرة عن الفن السكندري في بداية ظهوره للعالم وتبلوره وتقديمه لإبداعات جديدة لم يعرفها العالم من قبل. طيب خلينا نتكلم بقى على الخطوات الجارية حالياً وإزاي التفاصيل أمام الترميم. الحقيقة الجبانة كانت في حالة متردية نظراً لعوامل التعرية، لأن الموقع بيقع على شاطئ البحر مباشرة طبعاً، وبالتالي بيتعرض للعوامل الجوية الضارة بالأثر. هي الجبانة عبارة عن مقابر حجرات منحوتة تحت الأرض في صخرة. الصخرة في الحقيقة نتيجة تعرضها للعوامل الجوية أصبحت ضعيفة للغاية طبعاً، وبدأت تنهار أجزاء من الجبانة، والمياه الجوفية غزت المقبرة فأصبح من الصعب أنها تزار أو ترى، وأصبحت مهددة بالسقوط. تدخلت جمعية الآثار بمشروع بتمويل من مؤسسة ليفنتيس القبرصية لإنقاذ هذه المقبرة وترميم وحفظ الموقع الأثري، وفي نفس الوقت إدارة الموقع وتحويله إلى موقع ممكن زيارته والاستفادة به، بل والاستمتاع بفترة الزيارة بالنسبة للزوار. طب بنتكلم في تكلفة قد إيه تقريبا؟ بحوالي 2 مليون جنيه مصري. هم المبلغ ضئيل جدا الحقيقة. حقيقة أنا كنت متوقع رقم أكبر من كده، بس ده يعني كويس، يعني إحنا عملناها بتكاليف جيدة الحقيقة يعني. جدا بس طبعا يعني كان في شيء من المعاناة يعني في التكاليف بالذات، لكن الحمد لله تمكننا من أننا نسيطر على المياه الجوفية. استطعنا ترميم الصخرة الأم والترميم الأثار الباقية والحفاظ عليها كمان يعني. طب هل تم الانتهاء خلاص من أعمال الترميم دلوقتي؟ نعم، انتهينا من كل أعمال المشروع وبنوده 31 يناير 23. ودلوقتي مفتوحة للزيارة ولا لسه؟ لا، هي لسه مغلقة، لأن وزارة الآثار بتفتتح الموقع إن شاء الله في أول مايو القادم. خلاص إحنا نكون موجودين مع حضراتكم إن شاء الله. كل شكر الدكتورة منى حجاج أستاذ الآثار ورئيس جمعية الآثار بالإسكندرية. نروح بقى لبنات مصر الحلوين أو الحلوات زي ما بيقولوا كده، اللي مشرفينا دايما ومعانا نموذج. وإحنا طبعا شهر المرأة دايما يعني شهر 3 ده بيبقى مرأة لها نصيب الأسد زي ما بنقوله دايما. المرأة المصرية والبنت المصرية رفعة رأسنا في كل المجالات. معنا شاهيناز الشريف. شاهيناز عندها 16 سنة، هي طالبة ثانوية عامة من محافظة سوهاج، فازت بالمركز الأول في إحدى المسابقات اللي هي خاصة، والمسابقة دي بتقام في ولاية ميشيغان الأمريكية بخصوص اكتشاف علاج لمرضى سرطان الثدي. خلينا نتعرف أكتر على المسابقة دي، إزاي شاركت فيها، إزاي حصلت على المركز الأول، نعرف كل هذه التفاصيل من شاهيناز الشريف. صباح الخير يا شاهيناز، ألف مبروك وكل سنة وانت طيبة وأهلا بك. صباح النور. الأخبار؟ الحمد لله. أخبارك أنت إيه؟ احكي لنا بقى عن المسابقة دي يا شاهيناز، إزاي شاركتي فيها وإيه اللي أنت عملتيه أو إيه البحث اللي أنت قدمتيه وإيه موضوع اكتشاف علاج لمرضى سرطان الثدي؟ ده كلام كبير قوي. في البداية كده البحث بتاعي عبارة عن مستقبل. لا، علي صوتك شوية يا شاهيناز. البحث بتاعي عبارة عن مستقبل تغذي على سرطان الثدي نوع الهيرتوس. مش أنا بس اللي عمل البحث، أنا وأختي بس اللي قدمت المسابقة أنا بس. البحث ده ليه حوالي سنتين بتابع مع المركز الاكتشافي والجامعة بتاع سوهاج مع دكتور تيتا حبيب والدكتورة جهاد وكذا دكتور تاني. بتابع الأبحاث والتجارب بتاعتي معهم. أنا بقدم مسابقات كتير جدا، فلو عندي خبرة مثلا المسابقة دي أكتب فيها إزاي أو أطور نفسي إزاي وحاجات من دي. المسابقة دي يعني بالنسبة لي كانت
حاجه جامده زي انا شغال. طب شاهيناز ممكن تتحركي بالتليفون شويه وتعلي صوتك سنه كده عشان نفهم بس التفاصيل؟ اوكي تمام. ايوه انا مستغربه دلوقتي متحرك اعمل شويه في مدينه ميشيغان. ايوه في متحف جران. انت اشتركتي اصلا في المسابقه ازاي يا شاهيناز؟ ايه؟ اشتركتي ازاي في المسابقه دي؟ عرفتي عنها ازاي؟ وقدمتي الورقه وقدمتي البحث ازاي واشتغلتي عليه ازاي؟ انا قدمت المسابقه دي احد من دكتور وليد جلال مسؤول الباحثين في المكتب الفكري. هو مسؤول يعني اي حد بيتعنف من جد مع المسابقات. فانا هو بعت المسابقه دي فانا قدمت عليها وبعت فيديو بالانجلش 5 دقايق وفاين في كل حاجه خاصه بالبحث. وقبل اعلان النتائج وكده كان في المسابقه كلام مع الحكام وكده برضه عشان يفهموا مني اكتر. بعد كده اعلن النتائج وقالوا لي ان انا طلعت مركز اول. هو حد من مصر كده شغال في الجمعيه الامريكيه وقال لي اتصل بيا وقال لي انت مركز اول كده. طب ايه مضمون البحث اللي انت قدمتيه؟ مستهلك نباتي لعلاج من نباتات طبيعيه لعلاج سرطان الثدي نوع الهيرسو. في انواع كتير من انواع سرطان الثدي. انا حاليا شغاله في التجارب على اساس انه اشفي يعني معظم انواع سرطان الثدي، بس حاليا نوع واحد علشان التجارب وكده. عايز تدخلي كليه ايه يا شاهيناز؟ هو انا حابه ادخل جامعه كليه الطب. كلية الطب. واضح ان شاء الله، ان شاء الله تحققي حلمك. والف مبروك مره ثانيه شاهيناز الشريف، طالبه في الثانويه العامه اللي رفعت راسنا واللي خدت المركز الاول في هذه المسابقه. بنتكلم ان هي عندها من دلوقتي الشغف انها تكون باحثه، وبنتكلم في علاج لمرضى سرطان الثدي. ان شاء الله تدخل طبيبه وتتخصص هذا التخصص وتكتشف لنا هذا العلاج. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. زي ما احنا لسه كنا بنتكلم، شهر مارس شهر المرأة بكل الأشكال، والمرأة المصرية دايما بتثبت إنها قد المسؤولية، بطلة. النهاردة معانا بطلة من الأبطال المصريات اللي دايما بنفخر بيهم، اللي بيواجهوا التحديات. الحقيقة كان عندها اختبار بالتأكيد ربنا رزقها من أحد أطفالها، يعني بطفلة من ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة. هي في تخصص المخ والأعصاب، وهي أستاذ في المخ والأعصاب في عين شمس. وقررت إن هي مش ان هي بس تتفرغ، لا هي ما تفرغتش، لكن من خلال شغلها قدرت انها تشتغل على هذه الطفلة. عندها طبعا اطفال تانيين، لكن خلت من الطفلة دي بطلة بكل المستويات. بنتكلم على بطلة سباحة، بنتكلم على اول فتاة في دمج في الكونسرفتوار. هنعرف منها قصص كتيرة وازاي عملت هذا الانجاز مع طفلتها، وازاي انها بدأت من خلال شغلها تستثمر ده. وهي طبعا كانت احدى المكرمات في الاحتفاء بيوم المرأة العالمي، وكرمتها طبعا قرينة السيد الرئيس. هنتعرف على كل التفاصيل دي من الدكتورة مها علي، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، اللي بتشرفنا في الاستوديو. صباح الخير يا دكتور. صباح النور حضرتك، وكل سنة وانت طيبة. وستك وصحة وسعادة. مبروك التكريم بالتأكيد. الله يخليك. واحكي لنا بقى القصة. خلينا الأول نبتدي مع قصة كفاح، ومع فتاة خليتيها ما شاء الله بطلة سباحة، وخليتيها كمان بتدرس موسيقى، وحاجة يعني نفخر بيها كلنا. احكي لنا القصة. اولا طبعا انا استاذ مخ واعصاب في جامعه عين شمس. عندي 3 اولاد، فرح وسيف، دول التوام الكبار 19 سنه، وكريم 10 سنين في 5 ابتدائي. اول حاجه ان طبعا كانوا توام، فخدت بالي بعد سن السنه وشهرين ابتدى سيف يمشي، وفرح ما مشيتش، تاخرت في المشي. لما مشيت كان في ارتعاش، كان في عدم اتزان. بعد كده ابتدت تظهر عليها سمات توحد، وطبعا تاخر لغوي واضح. في الاول كان في صعوبه ان انا الاقي لها مدرسه تقبل بنظام الدمج. الفتره اللي كانت فيها كانت لسه موضوع الدمج ده مش منتشر قوي. وبعدين دخلنا وابتديت بقى اخد بالي انها بتحفظ الاغاني، ما كانتش بتتكلم لكن كانت بتحفظ الاعلانات وبتحفظ الاغاني. فقلت لها ايه ده، انت ودنك بقى رايمنج، يعني بتاخدي بالك من نغمه. فابتديت اشتغل على كده في كل حاجه، من اول اسمك ايه فرح نغنيها، كل حاجه نغنيها. وابتدى اشتغل معاها بالغنى، وانا كل اللي في دماغي ان هي بتحب الغنى، ما كانش في دماغي خالص انها تالنتد او عندها موهبه.
بس اشتغلت قلت بما انها عندها سمات توحد هما بيحبوا الميوزك جدا، طيب تعالي بقى ايه نغني كل حاجه. وابتدى ده يعمل طفره معاها في المذاكره جامده جدا. الاول كنا بنحفظ كل حاجه بتذاكرها لها بالموسيقى او بشكل اغنيه، كل حاجه بنغني، عارفه نظام الكتاب بتاع زمان، كل حاجه ساينس دراسات عربي كل حاجه بنغنيها، حتى قواعد الماث بنغنيها. مره في الثانيه في الثالثه الاقيها بتحل، طب ده انت مش بتغني بس، ده انت بتغني ففهمتي. يعني بقى الغنى هو وسيله ان انا افهمها، وسيله التواصل معاها بشكل عام بشكل عام. بعد كده في نفس الوقت بقى ابتديت اخد بالي انها اي ميه بتحبها، لدرجه ان احنا نروح المصيف الاقيها بتعمل عجله ومحدش علمها انها تعمل عجله، وبتعشق الميه حاجه رهيبه، حتى في الشتاء تبقى عايزه تنزل، نسافر هتتجنن عايزه تنزل الميه. فابتديت ادور على يعني مكان يعلمها. هي اللي اختارت المجالين، مش انت اللي دفعتيها، هي اللي اختارت مجالاتها، هي لوحدها خالص ما شاء الله. برغم التاخر كانت في دول متفوقه ما شاء الله. فابتديت اشتغل على مش مهم احنا متاخرين في ايه، تعالي نفكر احنا متميزين في ايه. فابتديت ادخلها كورال احتياجات خاصه ككورال، هي مش بتحب حاجه، انا وظيفتي في الحياه ان انا اجعلها سعيده، مش ان انا يعني اعذبها في ايه ناقصه فيه طبعا. فابتديت ادخلها كورال شويه، لقيت مدربه كورال وكانت بصراحه حد يعني دارس موسيقى عربيه، طلع لي من جوه هي فين مامه فرح، مش تعرفني خالص. قلت لها انا خير في ايه؟ قالت لي انت واخده بالك ان بنتك موهوبه؟ قلت لها لا انا عارفه انها بتحب موهوبه دي انا ما اعرفهاش، قالت لي بنتك عندها اذن موسيقيه جميله جدا، انا عايزه ادربها بشكل احترافي. وكان ليها بدايه انها اشتغلت مع فرح فعلا بشكل احترافي، وابتدت تخليها تحضر معاها حفلات موسيقى عربيه، يبقى في الفرقه في فقره كده فرح بتطلع فيها تغني اغنيه او اتنين. ومن هنا ابتديت اخد بالي طب ما ندرس موسيقى بما انك موهوبه، والاقي بيعملوا لها مثلا تمارين الفوكاليز بتقدر عليها وانا مش فاهمه ازاي هي عارفه كده، ازاي مش عارفه الكلام بس ازاي عارفه حاجه زي كده، هذه حاجات احنا ما بنعرفش نعملها ازاي حقيقي. انا مش فاهماها يعني ازاي بيعملوا لها وبتطلع معايا وتقولها اطلعي وانزلي وانا ابقى مستغربه ازاي بتتفاهم معاهم شويه. وابتدينا قلت طب خلاص ندرس كده. فابتدينا نقدم للكونسير، كل حاجه مشيت لوحدها مش انا اللي مشيت. ودخلنا اختبارات الكونسرفاتوار من 4 سنين كاولى ثانوي الاول، بعد اعداديه على طول. وقبلت الحمد لله بصعوبه شويه ان يقبلوا طبعا بنوته دمج، لكن هي عدت اختبارات القبول. هي كان في تسبقنا واحده في دخول الكونسرفاتوار عازفه فلوت نيره عصام داون سيندروم، لكن فرح اول واحده، لان فرح اكبر من نيره دراسيا، وهي اول واحده بقى دخلت المرحله العاليه اللي هي توازي الكليه. يعني فرح اول طالبه دمج تدخل الكونسرفاتوار في المرحله العاليه في قسم الفويس اللي هو الغنى، والحمد لله دي رابع سنه لينا كونسرفاتوار ما شاء الله. في نفس الوقت بقى اللي معاه السباحه ابتدينا بقى ندخل بطولات. الاول على ما دخلنا عامت، بعدها للاسف بسنه حصل لها اعوجاج في العمود الفقري، فاضطرينا نعمل عمليه كبيره جدا، عملنا 15 مسمار وشرايح في ظهرنا بسبب اعوجاج شديد جدا في العمود الفقري. بعدها ب6 شهور كانت اول بطوله سباحه بعد العمليه 6 شهور، وخدت اول ميداليه برونز ليها على الجمهوريه، اول ميداليه برونز سعيدة بيها. يعني مش عايزه اقول لك كان نفسي اتصور جنبها يعني. شويه بقى وبقينا من ساعتها لحتى الان، الكلام ده كان في 2017 الى الان كل سنه بندخل بطولات اعاقات ذهنيه، بطولات اعاقات حركيه، وبنحقق الحمد لله يا ذهب يا فضه يا يعني يا برونز بحسب بقى السباقات بتاعتنا. السنه دي الحمد لله من اسبوعين محققين في بطولتين الاعاقات الذهنيه، كاس مصر الاعاقات الذهنيه كانت في اسكندريه محققه ميداليه فضه وميداليه ذهب، وفي بطوله الجمهوريه للجنه البارالمبيه الاعاقات الحركيه محققه ميداليتين ذهب. ما شاء الله لا قوه الا بالله، احنا ماسكين خشب عشان ما نحسدش. خلينا نتكلم بقى على التكريم وقرينه اساد الرئيس كرمتك، عايزين نعرف ايه اول ما عرفتي واول ما كلموني كده قالوا لك ان انت المفروض تروحي علشان في عمليه تكريم، احكي لنا بقى اولا يعني استقبلتي الخبر ده ازاي، رد الفعل، رحتي عملتي ايه، كل الكواليس بقى هذا اليوم. اولا هو اتصل بي حد من المجلس القومي للمراه قال لي دكتوره مها، قلت له ايوه، كنت راجعه من العياده ساعتها، حضرتك بكره هتيجي عندنا عشان انت عندك يوم السبت تكريم مع حرم سياده الرئيس. طبعا انا كنت فرحانه جدا وفي نفس الوقت مخضوضه، يعني ان انت هتقابلي السيده الاولى وهتتكلمي كمان، عرفت ان انا تاني يوم لما اروح. القصه بتاعتك وصلت ازاي عشان تصل للتكريم؟ هقول لحضرتك، انا بشتغل في مستشفى الدمرداش ماسكه عياده اعصاب اطفال، وفي مستشفى عين شمس تخصصي برضو ماسكه عياده اعصاب اطفال، وبدرب اطباء، بشرح طبعا للطلبه من اللي هم البكالوريوس وطلبه الماجستير وطلبه الدكتوراه،
بشتغل في عياده اعصاب اطفال برضو في مركز اللي هو الارشاد النفسي في كليه التربيه جامعه عين شمس. ومن هناك بقى من كليه التربيه جامعه عين شمس دكتور احمد عبد المنعم رشحني من غير ما انا اعرف. بيقول لي بس انا عايز بطاقه. طب حضرتك ليه بس؟ مش فاهمه. معلش. لا وبطاقه الست على وجه الخصوص ما تطلعش. فطبعا هو كان الترشيح من هنا. المجلس القومي للمراه كلمني. طبعا انا فوجئت بالميعاد، انا ما كنتش عارف امتى ولا يعني كلامنا من فتره، وانا يعني الشغل بقى بياخدك. ففوجئت ان احنا هنقعد مع حرم سياده الرئيس. ولما رحنا هناك اكتشفت ان انا من الناس اللي هتتكلم كمان، مش بس انا هحضر يعني اللقاء. مش هكون حاضره بس، لا ده انا هتكلم. واللقاء كمان عايزه اقول لحضرتك في يعني في مكان مش كبير، فانت عارفه زي قاعده عائليه كده، فاحنا هنبقى وجها لوجه. ايوه، ايه اللي دار بقى في القعده العائليه دي؟ اولا طبعا انا قبل ما ندخل انا كنت قلقانه وحاسه ان انا هلخبط في الكلام. انا نفسي قلقت. حاجه وهتكلمي بقى قدام التلفزيون يعني برضو يعني ماشي انت بتدي محاضرات وكل حاجه، بس اللقاء له هيبته. بس اول ما دخلت كل الخوف راح، لانها فيري فريندلي. مش عايزه اقول حاجه، بتتكلم زينا كده، وهي بتدينا الدرع بتندهنا باسامينا، مبتسمه على طول ازيكم بطريقه فيري نايس. فخلاص بقى الخوف كله راح وابتدينا نتكلم بسهوله جدا. اتعرفنا على بعض كلنا قبلها في اليوم اللي قبلها طبعا. عايزه اقول حاجه، كل حاجه كان معمول حسابها في الصور، في ازاي هنقف ازاي هنقعد عشان يبقى اللقاء منظم. الحاجه الوحيده اللي قالوا لنا وسابونا يعني قولوا اللي انتوا عايزينه، بس راعوا الوقت بس عشان نبقى الجميع هيتكلم. كنا فرحانين قوي وحاسين ان ايه اللي انت قلته لها، ايه اللي انت طلبتيه منها وخصوصا في مشروعك لدعم الاطفال من ذوي الهمم؟ انا نفسي الدمج يفعل بشكل اكتر من كده، وبشكل في كل الكليات، يعني ما يبقاش مقتصر الدمج على كليات بعينها لذوي القدرات. احنا اتفقنا ان هم ذوي قدرات خاصه، يبقى نعمل لهم مناهج خاصه في كل الاماكن اللي هم يقدروا عليها. كليات التربيه الرياضيه تبقى من حقهم ان هم يدخلوها، اي كليه طالما هو متميز في جزء اساعده ان هو يدخل الجزء المتميز فيه واشغله بناء على التميز. هو عنده مشكله في حاجه ما ركزش على المشكله، لكن اشوف هو متميز في ايه وهو ده اللي هشتغل عليه. اولاد كتير من ولادنا متميزين في حاجات جامده جدا، بس ما يقدرش على كل حاجه. يعني انا بنتي بتغني بس ما تقدرش مثلا تكتب لك موضوع تعبير، انت فاهمه حاجه؟ فاحنا بلاش نركز على النواقص او المشكله فين، لكن نركز على على مناطق القوه ونحاول ننميها ونبينها عشان يبقى البني ادم ده عضو فعال في المجتمع، ما يبقاش عبء على اللي حواليه. لان طبعا انا لما ببقى مطمنه على بنتي انا هقدر انجح في شغلي، هقدر اهتم باولادي التانيين، هقدر ان انا ابقى يعني احضر المؤتمرات لو انا مطمنه على بنتي. لكن لو انا قلقانه وحاسه انها يعني مهدده او مش مطمنه، انا مش هعرف اشوف شغل. طب دي اهم نقدر نقول ملامح المشروع بتاعك اللي هو زياده الدعم والدمج. احنا طبعا هو الحمد لله قوانين دلوقتي بتاعه الدوله ماشيه ناحيه دمج ذوي القدرات، وده لازم نشكر سياده الرئيس على ان هو من اول 2018 احنا حاسين بطفره فعلا. بس للاسف مش في كل الحاجات يعني تقدري تطبقي قوانين الدمج، ومش كل الافراد. يعني في ناس بتلاقيها مرحبه قوي باولادنا، بعكس ناس تانية بتلاقيها اجنس تماما للاسف يعني. فاحنا عايزين الموضوع يبقى ما فيش اوبشنز، يعني انت في قانون وهتمشي عليه. كل الشكر الدكتوره مها علي استاذ المخ والاعصاب جامعه عين شمس، والف مبروك مره تانية التكريم، وكل سنه وانت طيبه. ربنا يفرحك دايما بفرح، حتى اسمها فرح. الله يخليك، ربنا يخليها لك يا رب، واحنا فخورين بيكي وبيها بالتاكيد. الله يخليك، شرفتينا. سيد ذوق حضرتك. نروح سريعا نطمن على اخبار اهالينا في محافظات مصر المختلفه، تقرير احسن ناس، ونرجع لحضراتكم سريعا. قاعدين بندردش ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه. We'll be right back.
برحب بحضراتكم مرة تانية. قراءة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم عن التعليق عليها الأستاذ أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير يا رب دايما إن شاء الله. نبدأ مع حضرتك من الأهرام وصفحة واحد. توافق مصري دنماركي حول أهمية التواصل الاتفاق بشأن سد النهضة. سيسي تقديم جميع التسهيلات للشركات الدنماركية ومصر شريك قوي لأوروبا. بالتأكيد كان اجتماع هام أو استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قصر الاتحادية رئيس وزراء الدنمارك، وتم عقد العديد من الجلسات مباحثات منفردة. ومن أهم الحاجات أو من أهم العناوين اللي هنقف عندها بالتأكيد أهمية التواصل الاتفاق ملزم بشأن سد النهضة. ناخد هذا العنوان من محورين. المحور الأول بنتكلم بعد 65 سنة من التمثيل الدبلوماسي بين مصر والدنمارك. صحيح. في العديد طبعا من التسهيلات. إيه عندنا الفرص الاستثمارية للشركات الدنماركية، ده رقم واحد. والمحور الثاني بالتأكيد أهمية التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد الأثيوبي بشد الشأن الأثيوبي. الخطوات القادمة في هذا الملف. تمام. نتكلم على العلاقات الأول. العلاقات المصرية الدنماركية بتصنف سياسيا أنها علاقات وثيقة وعلاقات قوية. الحقيقة بدأت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر في 57، والعلاقات تطورت في الثمان سنوات الأخيرة بشكل كبير جدا، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. يعني الدنمارك ليها علاقات تجارية مع مصر بشكل كبير جدا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، النقل، الشحن، المواد الغذائية، الثقافة، فملفات كتير الحقيقة. كمان داخلين في مشاريع الهيدروجين الأخضر كتير. شركة ميرسك الدنماركية أكبر شركة شحن في العالم، لها علاقات وثيقة مع هيئة قناة السويس ووزارة النقل المصرية، ودي مستثمر كبير في مصر الحقيقة. التبادل التجاري بيننا وبينهم يزيد على مليار دولار. الاستثمارات الدنماركية في مصر تزيد على مليار دولار. العلاقات زي ما قلنا علاقات وثيقة، سياسيا تطورت في 8 سنوات بشكل كبير جدا الحقيقة. الدنمارك من أهم الدول الاسكندنافية اللي بتقع على بحر البلطيق، هي عضو فاعل بشكل كبير جدا في الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لمصر العلاقات مع الدنمارك متميزة، خاصة في المجالات الاستثمارية والمجالات الاقتصادية. نتكلم على المحور الثاني الحقيقة من المباحثات مع الرئيس السيسي. كان الرئيس عرض وجهة نظر وجهود المصرية على مدار 10 سنوات فيما يتعلق بسد النهضة الأثيوبي، والخطوات اللي اتخذتها مصر والجهود اللي بذلتها مصر في ملف ترشيد المياه واستهلاك المياه. مصر عملت جهود كبيرة جدا في مجالات محطات المعالجة عشان ترشد المياه وتحسين إدارة الموارد المائية المصرية. مصر من أكبر دول العالم معرضة للجفاف، فبالتالي ما عندناش أي رفاهية في أن حصة مصر تنقص من المياه القادمة من أثيوبيا، وبالتالي احنا بالنسبة لنا مسألة مصرية. الرئيس عرض الجهود المصرية، عرض المباحثات اللي حصلت على مدار 10 سنوات حقيقي. وإن المسألة احنا مش ضد التنمية في أثيوبيا تأكيد. وقال إن احنا بس بالنسبة لنا المياه حياة أو موت الحقيقة. فبالتالي احنا عندنا جهود بذلناها، علينا دور كبير جدا الدولة قامت بيه، ورغم انه مكلف يعني تكاليفه كبيرة جدا، بس مصر قامت بيه عشان تعرض أمام العالم ان احنا قمنا بكل ما يلزم حقيقة. تجاه هذا الملف. الحاجة التانية هو المسألة بتتلخص في بندين: اتفاق ملزم قانوني ملزم في الملء والتشغيل، مفيش أكتر من كده. يعني ده لا يضر أثيوبيا في مسألة التنمية نهائيا، لكن يضرنا احنا في نقص الحصة بتاعتنا الحقيقة. احنا عايزين أكبر من الحصة مش تنقص الحصة. فبالتالي الرئيس عرض كل الجهود اللي قامت بها مصر في الفترة اللي بالتأكيد الحفاظ على حصة مصر بالتأكيد من ملفاتها المهمة. نروح لجريدة الوطن وصفحة 3، وطبعا كل الشكر لزملائنا في الوطن لأن ملف مهم جدا قبل رمضان يا جماعة. ده المفروض ناخد الصفحة دي ونبتدي ننزل بيها الأسواق علشان فيها كل الأسعار تقريبا، كل الحاجات الخاصة بشهر رمضان. بنتكلم في الأسعار، السلع الغذائية، بنتكلم في اليميش بتوجيهات رئاسية. كلنا واحد وأهلا رمضان وخير مزارع
شوارعنا مظلة بتحمي المواطن من الغلاء، المعارض السلعية تضبط بوصلة الأسواق. يعني فيها العديد من المعلومات الحقيقة في هذا الملف بسرد واضح وسهل جدا. بنتكلم على أسعار أسعار السلع الغذائية، سكر، زيت، بقى رز، مكرونة، مخزون لحوم، كل حاجة. خلينا نستعرض بعض هذه الأرقام اللي بتعكس بالتأكيد جهود الحكومة لضبط الأسعار. صحيح، المسألة تتعلق بشكل أساسي في تدخل الدولة لخفض الأسعار، لانه ده الدور الاساسي للدوله المصريه، الحكومه المصريه، انه لما يبقى في ازمات اقتصاديه عالميه بتاثر علينا بالتاكيد زينا زي اي دوله في العالم، فبتاثر على الاسعار في كل السلع، خاصه طبعا السلع الاستراتيجيه اللي هي بتستهلكها بشكل يومي. فالدوله تدخلت بعدد من الاجراءات، الاجراء ده مش الاجراء الوحيد، انه زيادة المعروض ده إجراء مهم جدا، الإتاحة موجودة في كل الأسواق بشكل كبير جدا. الحاجة الثانية، أهل رمضان زي ما اتكلمنا قبل كده بقاله النهاردة شهرين بالزبط. ورمضان لسه ما بدأش، فبالتالي يعني المدة الزمنية مدة طويلة. هي. عدد المعارض كبير جدا، سلع كلها متوفرة، ما فيش نقص في سلعة معينة، والفرق ما بين الأسعار فعليا الفرق حوالي 30% و35%، وفي حاجات بيوصل ل 40%. فالفرق كبير كمان ما بين المعروض في المعارض الخاصه واهل رمضان. الجهود اللي بتقوم بيها كمان القوات المسلحه من خلال جهاز الخدمه الوطنيه، المنافذ الموجوده في كل حته لجهاز الخدمه الوطنيه في كل السلع الاستراتيجيه وباسعار مخفضه. الحاجه الثانيه وزاره التموين عندها معارض كتير وعندها منافذ كتير جدا على مستوى الجمهورية بالآلاف، وطورت عدد كبير جدا من المنافذ التقليدية بتاعتها، فبقت بشكل كبير بتضاهي المنافذ الأخرى اللي في القطاع الخاص، والمعروض فيها طبعا في فرق في الأسعار. فتدخل الدولة بعدد من الإجراءات وفي صور مختلفة طبعا بيحافظ على مستوى الأسعار عند حد معين، الإتاحة عند حد معين، بتخفف وطأة الأزمة الاقتصادية على محدود الدخل بالتحديد. وده الهدف، ان الدولة بتتدخل عشان حماية الطبقات الهشة. طيب استمرارا مع هذا الملف، نفس اللي حضرتك بتقوله، الوطن صفحة واحد، الحكومة أولوية في الموازنة الجديدة لحماية الاجتماعية، لسه اللي حضرتك كنت بتقوله بالظبط، انها هيبقى في أولوية في الموازنة الجديدة ان شاء الله الحماية الاجتماعية واستمرار الإصلاحات الهيكلية. رئيس الوزراء يتابع قرارات فض منازعات الاستثمار ومهلة اسبوعين لتنفيذ الواجبة منها. يعني بنتكلم في نفس الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2023-2024، اللي من أهمها وهنتوقف عندها الحماية الاجتماعية واستمرار الإصلاحات الهيكلية. بصي، مصر تعرضت في خلال 8 سنوات لبرنامج إصلاح اقتصادي هيكلي. كانت إجراءات قاسية، وتعرضنا في خلال البرنامج تنفيذ البرنامج الإصلاح الاقتصادي لأزمتين عالميتين. أزمة الأولى أزمة كورونا، أزمة الثانية طبعا أزمة روسيا. روسيا أوكرانيا. فلو ده ما حصلش كان الوضع هيبقى مختلف بالتأكيد. التدخل الدولة من خلال الموازنة العامة للدولة وتحديدا تخصيص اعتمادات واضحة تماما اللي أعلنه الرئيس في المنيا الأسبوع قبل الماضي من إجراءات، ده هدفه الأساسي حماية اجتماعية بحت، زيادة المرتبات، زيادة الحد المعاشات طبعا، حد الإعفاء الضريبي، الحد الأدنى للأجور، فكلها لحماية الطبقات محدودة الدخل أو الطبقة الوسطى المصرية. الحاجة الثانية تكافل وكرامة، أنه الدولة بتخصص مبلغ كبير جدا لأربعة ونص مليون أسرة في تكافل كرامة، يعني ما حوالي 20 مليون مصري. فده طبعا رقم كبير في الموازنة العامة للدولة. الدعم المواد البترولية، ما زال في دعم كبير للمواد البترولية. الدعم المخصص لرغيف الخبز، ده دعم بشكل كبير جدا. فالدولة في البرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة بتصل لأرقام كبيرة جدا، كانت قلت لكن مع الأزمات، تصاعد الأزمات العالمية، الرقم زاد وتجاوز ال 150 مليار جنيه بالزبط. فبالتالي المخصصات طبعا كبيرة على الموازنة للدولة. احنا إيراداتنا ما زالت محدودة الحقيقة، وما زال مصروفاتنا كبيرة. احنا المصروفات بتاعتنا بتزيد حوالي ربع، أكتر من ربع الإيرادات. فبالتالي لما يبقى الموازنة الأخيرة كان 1.5 تريليون إيرادات،
كانت مصروفاتنا 2 تريليون، فبالتالي ما زال في عجز في الموازنة بيقل طبعا مع الوقت ومع البرنامج الإصلاح الاقتصادي، قل كتير العجز في الموازنة والمستهدف أنه يقل أكتر، لكن مش على حساب الحماية الاجتماعية. طيب جريدة الأخبار وصفحة 3، وحضرتك لسه كنا بنتكلم على الموازنة، ومن أهم بقى مصادر الموازنة إحنا الضرائب. الحقيقة المشروع اللي إحنا بنتكلم فيه ده هيقضي إلى حد بعيد عن ملف حاجة اسمها التهرب الضريبي، الضرائب، تقديم جميع التسهيلات للانضمام للفاتورة الإلكترونية، منظومة الفاتورة الإلكترونية في إطار طبعا هذا التحول الرقمي اللي احنا بنشهده هيتقضي زي ما قلنا على التهرب الضريبي، كمان المشاكل اللي دايما كنا بنسمعها التقدير بالظبط، الفحص التقديري زي ما بيقولوا، والقضايا اللي كنا بنلاقيه. خلينا نتكلم على هذه الخطوة وهذا الملف الهام. بصي، كلما قل تدخل العامل البشري كلما قل الفساد، دي مسألة واضحة تمام. فبالتالي الدولة هدفها الأساسي من الفاتورة الإلكترونية أنه يقل تدخل العامل البشري، فبالتالي يبقى التقديرات فيها نزاهة، فيها شفافية أكتر، سهولة الإجراءات دي مهمة جدا، بتلغي تماما الفحص التقديري، زي ما قلنا الإجراءات بتبقى أسهل وأوفر، وللدولة طبعا هيبقى أكتر فعالية. الحقيقة الضرائب في كل الدنيا ده شيء مقدس، الدول الأوروبية، لا وكمان كان في حاجات كتير ما بناخدش قدامها فواتير اصلا، لازم كل ده يبقى مدرج. دي في ظواهر كتير جدا بتحصل في المجتمع المصري، المفروض في مهن بعينها ملهاش دعوه بالضرائب وملهاش دعوه بالفواتير، وبتكسب كتير ما شاء الله، مهن يعني ونشاطات تجاريه كبيره يعني الحقيقه، وبيكسبوا مكاسب كبير، لكن ومن جيب المستهلك يعني من جيب المستهلك بالاساس، وبالتالي بس انت ما تعرفيش الدوله بتاخد حقها ولا لا. فبالتالي الضرائب طبعا، بس الضرائب دي بتروح فين؟ الضرائب دي بتروح مستشفيات، بتروح مدارس، بتروح طرق، بتروح كباري، بتروح محطات ميه، بتروح اسكان اجتماعي، فليها اوجه صرف كتير جدا، لولا الضرائب مش ممكن تتعمل. فبالتالي الضريبه دي مساله مقدسه في كل دول العالم. لما بايدن اتكلم على ازمه البنوك الامريكيه قال مش ممكن هيتحملها دفع الضرائب، دي أزمة بنوك يتحملها اللي تسببوا فيها، فبالتالي دفع الضرائب، والضرائب ده شيء مقدس لأنها لها أوجه صرف بتروح لها بشكل أساسي وبشكل مباشر. فالضرائب دي مسألة مهمة جدا، النزاهة فيها والفاتورة الإلكترونية دي مسألة مهمة جدا لتقليل تدخل العامل البشري. كل الشكر ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، على هذه القراءة المستفيضة. شكرا لحضرتك يا فندم. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. برحب حضراتكم مرة تانية، وما زلنا من خلال مسرح 8 الصبح بنقدم لحضراتكم، دايما بنحاول ان احنا ندعم كل المواهب، كل الاصوات الجميله، عشان نرجع مره تانيه للرياده الفنيه اللي احنا كنا دايما وما زلنا بالتاكيد بنتمتع بيها، بنتمتع باصوات حلوه جدا، مواهب شابه، نرجع ونسمع اصوات الاغاني الزمن الجميل. النهارده بيشرفنا في استوديو 8 الصبح صوتين او حلوين قوي قوي، هايدي زكي، صباح الخير يا هايدي واهلا بيكي، واحمد مختار، صباح الخير يا احمد، صباح النور. وخلينا في الاول قبل ما نتكلم اي حاجه نعرف الناس بيكو بس من خلال اصواتكم، فخليني ابتدي معاك يا هايدي. يلا البنوته لازم تغني الاول طبعا، ليدز فيرست. يا حبيبي يا حبيبي اللي له السماء ونجومه قمره قمره صغره، وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا، كلنا كلنا في الحب سوا. بس كده؟ لا 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 يعني الصوت الحلو ده هي دي الحته اللي انت قدرتي تسمعها لنا؟ لا من الاول كده هنزعل من بعض، احنا بعد كده مش هو ده بس اللي هنسمعه. ماشي؟ طيب احمد برضو نفس الموضوع، قدم نفسك بقى، بس خلينا نسمع بقى حاجه صباحي كده حلو صبح، ايه رايك؟ تمام يلا. طب يلا المايك بس. ايوه. يا حلو صباح يا حلو طل
يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه وانا بستناك وعيني على الباب والشباك، من قد ايه وانا بستناك وعيني على الباب والشباك، عشان اقول لك واترجاك، عشان اقول لك واترجاك. يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير، قولوا له بدري عليك الحيرة يا صغير. يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير، قولوا له بدري عليك الحيرة يا صغير. والحلو دايما حلو وذوق، يا حلو يا حلو صبح. احلى صباح يعني كده، قدمنا بقى الاصوات وعرفنا ان احنا النهارده هنستمتع باغاني الزمن الجميل. قولي لي بقى هايدي، انت بدايه بداتي امتى؟ عرفتي امتى ان صوتك حلو؟ بداتي تاخدي الخطوات كده سلمه سلمه امتى؟ انا يعني اكتشفت الموهبه بتاعتي دي من خلال المدرسه، الاذاعه المدرسيه وكده، فكنت بطلع يعني اقول الانشاد نشيد صباحي وكده. انا بس هقطعك في النقطه دي علشان دايما بنركز مع حضراتكم، المدرسه هي بتبقى دايما اولى الخطوات، يعني النهارده وامبارح اصوات جميله جدا خلال الاذاعه المدرسيه، عشان كده دايما بنقول اهميه مشروع زي مشروع المسرح المدرسي. ارجع لك مره ثانيه. فمامتي بقى اكتشفت ان انا بغني بصوتي حلو، واهلي بقى دعموني، وابتديت ان انا اقدم في يعني قدمت في برنامج ذا فويس كيد. فكانت دي بقى بداية نجاح بقى. يعني نجاح قليل قوي، يعني خطوة عرفت اخدها يعني. طب هتسمعينا حاجة حلوة ولا برضو حتة قد كده؟ لا حاجة حلوة. طب يلا سمعينا ايه؟ ليالينا الوردة. الله، اتفضلي. ليالينا ليالينا وتهت بينا ليالينا، ليالينا ليالينا وتهت بينا ليالينا، وتهت بينا تهت ليالينا ليالينا، وقلنا نرسي نرسي عالمينا، وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا، وقلنا نرسي نرسي عالمينا. مشينا وقادينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا، مشينا وقادينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا، وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة، وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة. والله وجيتي علينا يا دنيا، جيتي علينا علينا يا دنيا، وجيتي كتير على ناس قبلينا. الله 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 الله. طيب احمد، انت برضو بدايتك كانت فين بقى؟ انا بدايتي كانت برضو في الاذاعه المدرسيه، المدرسه بتاعت العربي في ابتدائي. مدرسه العربي مش مدرسه الموسيقى. مدرسه العربي هي اللي اكتشفت، هي فعلا الحقيقه اللي اكتشفت. لان كنت واقف مع اصحابي مثلا بغني، فهي قالت لي صوتك حلو، وبعد كده قدمت في الاذاعه.
ولما وصلت مثلا سته ابتدائي بدات مشهور شويه في المدرسه. بعد وانت صغير مشهور يعني على قد نطاق المدرسه يعني طبعا اكيد. بعد كده دخلت شاركت يعني في زي فرقه موسيقيه في محافظه بورسعيد عندي بحيث ان انا انمي موهبتي، وفضلت كده لغايه مثلا الجامعه. اوكي. لما دخلت الجامعه التحقت بالمسابقه بتاعت ابداع الجامعات. كانت اول سنه ليا وبغني بقى بالفطره وما فيش يعني كده، فقدرت ان انا اخد مركز تاني يعني، وكنت الف ليله وليله ونت ام كلثوم يعني سيده ام كلثوم. طب ما تسمعنا الف ليله وليله. ماشي. من اول مثلا ازاي؟ من اول اللي انت عايزه. الليل والسماء ونجومه قمره قمره سهره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا والهوى منه الهوى ده الهوى منه الهوى منه الهوى سهران الهان يسقينا الهنا ويقول بالهنا يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل دي ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة بألف ليلة وليلة بكل العمر هو العمر إيه غير ليلة زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة. الله الله الله. بقول لكم هنستمتع النهارده بأصوات جميلة، مصر عامرة بالأصوات الجميلة. هايدي هايدي قولي لنا اشتركتي بقى في مسابقات، دخلتي غير بقى وانت صغننه دلوقتي، احنا كبرنا بقى خلاص دلوقتي بقينا شباب، فقولي لنا بقى اشتركتي في حاجه، دايما بتغني فين دلوقتي، متواجده فين، بتمارسي موهبتك فين؟ انا بمارس موهبتي في اكاديميه الفنون مع الموسيقى العربيه. عظيم. بعد خروجي يعني من البرنامج برنامج زوفيس قدمت في معهد الموسيقى العربيه ان انا بجد انمي موهبتي. ايوه. فرق معاكي بقى لما انت دخلتي بقى تنميه الموهبه وعرفتي الصوت والطبقات والدنيا؟ يعني فرق معايا ان انا بجد بقيت عارفه انا بغني ازاي، ابتديت عارفه وبحس انا بغني فما في حاجات كتيره بتفرق يعني، في كنت بغني مثلا وانا مش حاسه بالكلام، دلوقتي بقيت بحس بالكلام كده يعني. طيب تغني لنا زي انت عسل، فتغني لنا زي العسل. يلا. قابلت كتير وما شفت زي حبيبي امير، وقابلت كتير وما شفت ازاي يا حبيبي يا امير، مانيش رايدة مانيش رايدة مانيش رايدة الا هو، مانيش رايدة ومفيش فايدة، مانيش رايدة مانيش رايدة الا هو، مانيش رايدة في البعد عشقة في القرب، عشقة في البعد عشقة في القرب، عشقة زي العسل على قلبي هواك، زي العسل على قلبي هواك، زي العسل على قلبي هو زي العسل زي العسل. يعني الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقول لك ما شاء الله صوتك مرتاح وصوتك جميل، وحاسة زي ما أنت قلتي أنت اتعلمتي هناك فعلا، أنت حاسة بالأغنية. ربنا يخليكي يا رب. طيب أحمد هتسمعنا إيه؟ معلش أنا مركز أكتر بس إحنا عايزين نستمتع بالأصوات الحلوة، طبعا أنا مهتمة جدا أعرف قصة حياتكم وإيه طموحاتكم وإيه
الخطوات اللي جايه بس نسمع شويه. انا يعني هغني حالا بس انا برضو اخذت قبل ما اخش الخدمه العسكريه اخذت مركز اول برضو تاني قررتها بس مركز اول في مسابقه ابداع واشتركت في اوركسترا وسافرت تونس والكويت ما شاء الله طبعا الدكتور عز الدين طه بوجه له تحيه كبيره والمايسترو محمد التحيه لكل الناس اللي بتكتشف لنا الاصوات الحلوه بتاعتك بالظبط بالظبط سمعنا ايه بقى؟ هغني اغنيه داري العيون لفنان محمد فوزي حلو قوي اتفضل ماشي داري العيون داريها السحر ساكن فيها داري العيون داريها السحر ساكن فيها داري العيون داريها السحر ساكن فيها داري العيون داري العيون داري العيون السحر هام في العيون صحى قلوب الناس وألف وصف الجفون دي خمرة من غير كاس النظرة منها تأسر واللفتة منها تسحر عيون تشوفك تندهلك برموش تشاور على الخدين وعيون تقولك بعد النهاردة قبلك فين قبلك فين وعيون تبص لها تدوب في تسبيلها داري العيون داريها السحر ساكن فيها داري العيون داريها السحر ساكن فيها عيون تبوح بالغرام وتقول لك هواني وعيون تقول لك حرام لو كنت تنساني عيون تبوح بالغرام وتقول لك هواني وعيون تقول لك حرام لو كنت تنساني وعيون تشوفها تسلم للهوى سلاحك وبالعيون والجفون العيون وعيون تبص لها تدوب في تسبيلها داري العيون داريها داري العيون داري العيون داري العيون شكرا الله 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 يعني بجد حاجه رائعه برافو عليك والله شكرا شكرا شرفتني هايدي أكيد في حد معين أو صوت معين سواء كان أنثوي أو رجالي كنت بتحبي تسمعيه أكتر كنت بتحبي تغنيه أكتر أو بصي عملتي كده وحسيتي أيوه قولي لنا على طول مين بقى؟ أم كلثوم أم كلثوم أم كلثوم طب يعني عظمة أكتر حاجة بحب أسمعها عايزة أحس بالكلام عايزة أسمع حزين فرح أم كلثوم طب هسمعينا إيه لأم كلثوم؟ ممكن بقى هذه ليلة الله تفضلي هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي الهوى أنت كله والأمان فاملأ الكأس بالغرام
نفسي بعد حين ترتا يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوقار وديار كانت قديما ديارا سترانا كما نراها نراها كفارا سوف تلهو بنا الحياة سوف تلهو بنا الحياة وتسخر فتعالى تعالى أحبك الآن 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 أكثر. الله 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 يا جماعة، إيه الكلمات وإيه الموسيقى وإيه الأصوات إيه الحاجات الحلوة دي؟ يعني الدنيا معلش اعذروني بس انا قديمه جدا وبحب الحاجات دي فعلا، يعني نقله تانية، بنرجع بالزمن لنقله تانية. نفس الموضوع بالنسبه لك يا احمد، مين اكتر صوت كنت مرتبط بيه وانت صغير حببك الى حد ما في الغناء؟ كنت دايما بتغني في مثلا الزمن القديم او الجديد؟ لا القديم، القديم. خلينا في القديم. طبعا الموسيقار الكبير الفنان محمد عبد الوهاب، وبعد كده عبد الحليم. ومثلا طب يبقى تختار واحد فيهم عشان هو فاضل بالظبط ثلاث دقايق، فانت خلاص ثلاث دقايق نسمع صوتك ونقول لك وشكرا. ماشي يلا تختار مين فيهم تغني؟ نقول في عجاله كده بسرعه جانا الهوى عبد الحليم. يا جليل جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى الرمش الأسمراني شبكنا بالهوى تيرارارا مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي شغال بالي يابا شغل بالي يابا شغل بالي يا رميني بسحر عنك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين يا رميني بسحر عنك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا عالفرح موديني وانا بسأل ليه واحتار كده ليه بكرة الايام هتوريني خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا. شكرا 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 ليكوا شرفتوني وامتعتونا واصوات جميله، ودايما ان شاء الله مصر عامره بالاصوات الجميله الجميله. هايدي زكي والمتميز والرائع احمد مختار، شرفتوني النهارده. خلصت حلقتنا، بكره ان شاء الله يوم جديد حلقه جديده 8 الصبح ابدا يومك صح. باي باي.